اعملي معرفش. ايدك كده. اهو. الانكار. انكار. انهيار. انهيار. اختيار. اختيار. استقرار. استقرار. قرار. قرار. دول الخمسة اللي لازم تتدربي عليهم النهاردة. احفظي الخمسة اللي قلناهم. أول حاجة الدينايل، الإنكار. الإنكار. هي بتنكر إن ممكن يكون ده حصل فعلا. لا 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 لا، استحالة أكون اللي وقفت جنبه طول العمر هيخليني مش جنبه. استحالة أكون اللي كنت ظهره يقطم ظهري. استحالة أكون اللي كنت عينه وودنه يمحي حواسي. استحالة أكون اللي اخترته يختار غيري. لا 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 لا، اوعي تقولوا لي كده. اوعي تقولوا لي ان اللي عاندت اهلي عشانه باعني عشان اهلي. اوعي تقولوا لي ان اللي قربت منه ما بقاش قريب مني. اوعي تقولوا لي ان اللي اخترته كان اختيار غلط وما بقاش فاكرني. لا لا، استحاله، ده مش هيحصل. انا عارفه كويس ان هو ممكن يكون مشغول بس راجع، وابدا امني نفسي. افضل في مرحله الانكار دي شويه وقت كده حلوين لغايه ما اوصل لمرحله الانهيار. يبقى. ودي الخطوة التانية. الانهيار ده بيحصل فيه ايه؟ اللي بيتعافى فعلاً اللي بيسيب نفسه دي. لكن اللي بينكر على نفسه انهياره ده بيفضل طول عمره يعاني منه. في الانهيار بتلاقي ان هي بتفكر افكار منطقية بس وهي منهارة. ازاي اللي اخترته فرط فيا؟ ازاي اللي كنت جنبه فجأة ما بقاش جنبي؟ ازاي اللي حبيته ما بقاش بيقدرني؟ ازاي اللي كنت انا في ظهره قطم ظهري؟ ازاي اللي كان كتف بكتفه اداني كتف بره حياته؟ ازاي اللي كنت سند ليه بقى حاجه ممكن تضغط عليا؟ ازاي اللي كنت بتكلم عنه بقى بيسيء الكلام عني؟ ازاي اللي كنت بشكر فيه بقى بيذم طول الوقت فيا؟ ازاي وازاي وازاي؟ وتلاقي انك عماله تحصري كل اللي مر قدامك ومش قادره تستوعبيه. علامات استفهام. ازاي ازاي ازاي؟ الانهيار بيكون بعد شويه علشان ليه؟ هو ليه كده؟ ايه اللي يخليني استاهل منك كده؟ ايه اللي يخليني افكر فيك وانت ما تفكرش فيا؟ ايه اللي يخليني اهتم بيك وانت ما تهتمش بيا؟ ايه اللي يخليني اجي على نفسي وانت تكمل وتيجي عليا؟ ايه اللي يخليني طول الوقت انا عايز مصلحتك وانت مش عايز غير مصلحتك؟ ايه اللي يخليني طول الوقت انا بفكر في ان انا ازاي اسعدك وانت مش عايز غير ازاي تسخرني عشان اسعدك؟ فكره ليه كده هي اللي بتكون اساس كل خطوه فيها انهيار في حياه اي ست وكمان اي راجل على فكره. لان كتير من الرجاله بيخشوا في هذه العلاقات ويعانوا منها. ايوه دي حقيقه. اذا كلامنا عن الراجل وعن الست مش عن الذكر ولا الانثى، لان اتفقنا ان كل راجل في الاصل ذكر. بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل. انكارتي ده حقك وانهارتي ده اكبر حق ليك. لازم تسمحي لنفسك بالانهيار. لازم تقعدي وتلومي نفسك وتجلدي ذاتك على اللي قدمتهوله. لازم تصارحي نفسك انه ما كانش يستاهل ولا كان ينفع. لازم تقولي انه ما كانش يستحق ولا هينفع بعد كده انك تقدميه تاني. مرحله الانهيار هي ان انت تسمحي لنفسك ان الهدم يحصل عشان تخشي في المرحله اللي بعدها. الاختيار. اختاري بقى تكملي في الانهيار زي ما انت وتقعدي تندبي حظك وتلومي نفسك وتجلدي في ذاتك، ولا تختاري انك تطلعي بمكاسب للي باقي من حياتك. اختاري، انت حره. حره انك تعيشي على ذكرى من حاجات كتيره كويسه شفتيها فيه تخليكي مش قادره تحسي بقيمه الوحش اللي قابلتيه. انت حره لما تفكري كتير ان هو وحشك. وحشك صوته لما كان بيقولك بحبك. وحشك صورته لما كان بيقولك هفضل جنبك. وحشك رسايله لما كان بيقولك مش هتلاقي ولا هتشوفي في حياتي بعدك. بس انت اختاري ان كل ده ما عادش حقيقه. يا تختاري ذكرياتك يا تختاري الحاضر بتاعك. الحاضر بتاعك بيقول انه مشغول عنك. ذكرياتك بتقول ان هو كان موجود معاك. صح. اختاري. تحبي ايه؟ الحاضر. تكملي بكى عليه ولا تحبي تكملي الحاضر بعديه؟ بشوف ناس يا عيني احبطت ممكن ضيع من عمرها 10 سنين ولا 5 سنين ولا ما ده عمر برضو. دي بقى الخطوه الرابعه، الاستقرار. الاستقرار. خدي بالك بعد ما انت تختاري احتمال كبير جدا بنسبه تتجاوز ال 50% ان الطرف الثاني يفكر يرجع لك. ينكش. أه. برساله. ايوه. يروح لها مكان شغلها. أه. يعني كده نعمل ايه بقى في اللحظه دي وهي واخده القرار ان هي خلاص قفلت الصفحه دي نهائي؟ الكلام اللي هتقريه في الرساله او اللي هتسمعيه منه او اللي هتلاقيه جايب لك بوكيه ورد وبيردده. عدى وقته. الوقت بيقسي القلب ويخليك تشوفي اللي انت ما كنتش شايفاه قبل كده. الخامسة القرار. القرار ده اخد الحق صنعة وحرفة. حرفة. وما ينفعش وانا في حرب اقول لهم انسحبوا، حتى الانسحاب ليه خطة. اوعي تفتكر ان القوة هي بس القدرة على المواجهة.
القوة هي القدرة على الانسحاب، على التخلي في كتير جدا من الأوقات. إنك تنسحبي من علاقة أو شبه علاقة كان فيها أشخاص أو شبه أشخاص وإنت عايشة معاهم حياة أو شبه حياة، تنسحبي من قلة التقدير وقلة الاهتمام وقلة المعاملة بما يرضي الله، إنك تنسحبي من إن ولادك يكملوا في الاضطراب النفسي بدون علاج، وإن حياتك تكمل في ملاذ ملوش مقال، إنك متبقيش عارفة هو إيه الخطوة الجديدة اللي هتحصل في حياتك. هنا الانسحاب بيكون عن قوة مش عن ضعف. التخلي عن وعد سابق أنت قلتيه إن أنا هكمل معاك، مفيش مانع من إنك ترجعي فيه، ده قوة منك مش ندالة فيك. بتقول لي كلام يا دكتور أحمد، أنت كمان بتديني باور. والله يا جماعة أنا نفسي الباور اللي أنا واخداه في الاستوديو ده، اللي يعني اللي بمتصه من الدكتور أحمد، يوصل لكم في البيوت.